انا دكتور استشاري الطب الطبيعي وروماتيزم وتأهيل، وعايزة اتكلم النهاردة معاكو على القعدة الطويلة وساعات العمل الطويلة في المكاتب. المكاتب بتبقى ساعات الواحد متحكم، هو اللي شاري مكتبه وهو اللي شاري كرسيه، وساعات انت بتشتغل في شركة مش انت اللي شاري الحاجات دي، لكن في حاجات تقدر تعملها تظبط بيها قعدتك، لان طالما هتقعد على عدد ساعات طويلة في نضرب ده في كام سنة شغل في نفس المكان، دي حياة، فهتقضي حياتك دي ازاي؟ هتستهلك فيها جسمك وهتبوظه، ولا هتتعامل مع جسمك معاملة حنونة وتظبط قعدتك عشان تقدر تواصل وتبقى جسمك مش ماشي متضرر من العمل؟ يعني باي تايم دي تعتبر زي إصابات العمل لو انت مش قاعد كويس على مكتبك. المكتب مبدئيا المفروض يبقى ارتفاع الكرسي مناسب لارتفاع المكتب، في مسافة للرجل تطلع وتدخل وتتحرك، لكن الارتفاع اللي انا قاعدة عليه ده مثلا ارتفاع مظبوط للمكتب. الكرسي يفضل يبقى عنده ايد تسند عليها ايدك، لو هنكتب لازم يعني ناخد وضع مظبوط، ولازم نرجع للظهر الكرسي، نرجع لورا خالص في الكرسي عشان نبقى قاعدين زاوية قايمة. مش مفضل ان احنا نحط رجل على رجل ولا الحاجات دي لانها بتزنق الاعصاب، يبقى لازم برضو يبقى في ارتكاز للرجل على الارض. لو مش طايل او لو مش طايلة، في حاجات بتتحط تحت المكتب عشان نسند رجلنا عليها عشان تبقى الرجل برضو في زاوية قايمة تحت على الارض. ارتفاع المكتب وانا بعمل ايه على المكتب بتفرق كتير. لو انا قاعدة على مكتب وبكتب، لازم ابقى واخدة الوضع ده وراجع لورا في الكرسي ومطلعة الكرسي لقدام وبعدين ابتدي اكتب، وما وطيش كده فترة طويلة، لا احاول ان انا ابعد شوية راسي لورا واكتب، اوطي بعيني قبل ما اوطي برقبتي. لو انا بقرا حاجة على وقاعدة على مكتب وهقرا، لازم اميل الحاجة قدامي بحيث انا برضو عينيا ورقبتي تبقى مستقيمة، وارفع انا الحاجة اللي انا بقراها لمستوى نظري. لو هو كمبيوتر وانا بشتغل على ديسك توب، في شاشة محطوطة، لازم الشاشة تبقى في مستوى العين، لا بصل فوق كده عشان اطول الشاشة ولا بصل تحت عشان اطول الشاشة. ولو هو لابتوب برضو الزاوية بتاعة الشاشة تنسجم مع زاوية عيني. لو انا هكتب على كيبورد، لازم الكيبورد تبقى اوطى من مستوى المكتب شوية، ولازم ارتكز على الايدين بتاعة الكرسي علشان ما بقاش شايلة دراعاتي. لو انا شايلة دراعاتي طول الوقت، العضلة دي هتبتدي توجعني، لكن لو ريحت كوعي على الكرسي خلاص انا مش شايلة الدراع من فوق. ابتدي اتحرك ايديا واكتب على الكيبورد من غير ما ازنق ايدي من هنا في حرف المكتب. كل ده حتى مع الاوضاع المظبوطة دي كلها وتظبيط الارتفاعات وقربي من المكتب وبعدي منه، ما يغنينيش على اني مثلا كل نص ساعة او كل ساعة اقوم اتحرك وامشي رجلي واقف واعمل ستريتش، حتى لو مش طالعة من مكتبي، وحتى لو مشغولة وفي شغل كتير على المكتب، اقوم شوية حاجة بسيطة احرك رجلي واحرك عشان الدم والدورة الدموية تمشي. برضو لو انا قعدت ومضطرية اقعد لفترة طويلة، ممكن اميل يمين شوية شمال شوية، ما بقاش قاعدة نفس القعدة طول الوقت. ولو الكرسي فيه ساند او لامبر سابورت، او يعني حاجة تسند الفقرات القطنية، يبقى كويس قوي، لان دي برضو بتبقى فيه تقويسة طبيعية، المفروض التقويسة دي احافظ عليها ما اقوسش ظهري وانا قاعدة. وكده الواحد ممكن يعني يعدي سليم من الشغل. وشكرا.